يسعد صباحكم مشاهدينا مستمعينا عبر قناة أوغريت وإذاعة أمواج من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. أحلى الأمنيات لما نكون معكم ونلتقي معكم، ونتمنى لكم يوم عطلة سعيد. ونحن عم نلتقي دائما لنجمع ورود من حدائق الفن والإبداع. اليوم بقتنا من فضاءات الفن، من الموسيقى، الغناء، الفنون التطبيقية والدمى الأطفال، مع الرسم، مع التصوير الضوئي والشعر. ها هي باقتنا من ورودنا اللي رح نفرشها ويوصلكم عطرة وجمالة عبر الفنون، ودائما منقول عبر إنساننا الخلاق المبدع. منقول لكم صباح الخير ومندعيكم معنا لهذا الصباح اللي رح نبداه بالموسيقى بالغناء مع الفنان اللي هو وردتنا الأولى بضمة ورد اليوم، الفنان طارق حافظ. يسعد صباحك أستاذ طارق. يسعد لي أوقاتك ست لبابا، أهلا وسهلا فيك وبشكرك على الاستضافة الجميلة بهالبرنامج الحلو. أهلا وسهلا. الفنان طارق مطرب وعازف وأستاذ التربية الموسيقية في مدارس اللاذقية، ودائما هو عضو لجان تحكيم في مهرجانات الطفولة بشكل عام. منرحب فيك أستاذ طارق، ومنقول لك هلأ نشاطاتك دائمة بالفن واستمرارك، والفن مشروعك يعني سواء بمهنتك كمدرس وأيضا من خلال الحفلات والأغاني اللي أنت بتلحنها، غالبا ممكن حتى كمان تكتب كلمات. وين هلأ أستاذ طارق؟ والله بتعرف الفن هلأ يعني مجاله واسع. نحن ما بنقعد الحمد لله، يعني بنطلع، بكون بطلع انا برا سوريا، طلعت على العراق، طلعت عملت جوله في لبنان، بالبحرين، باكثر من محل الحمد لله، وعملنا عده اغاني وراجت الحمد لله والناس كثير حبتها. وهلا بتسمعي شويه اغاني هيك؟ ايه. بالنسبه لاغنياتك الخاصه انا بعرف بتغني وديعيات، بتغني اصيل يعني، وما شاء الله يعني عندك تشكيله واسعه من الاغاني. بس عم تشتغل لحالك ايضا يعني اغانيك الخاصه هون، كيف عم تاخذ من اللون اللي انت بالاصل اخذه، اللون مثل ما قلنا الاصيل، حتى الجبلي احيانا الشعبي، لما عم تعمل اغنيتك الخاصه كيف عم تقيس فيها على هذا الخط يعني؟ هلا لوني يعني اخذ اللون، بتعرفي انت نحن اولاد ضيعه، يعني نحن اولاد القري، ناخذ اللون الشعبي، اللون، الكلمه البسيطه، الناس اللي بتستسيغها بتحبها. بالاضافه لهاللون كمان بقى عامل لون لحالي، اللون الرومانسي هيك القريب على القلب، عرفتي كيف؟ عندي اغنيه اسمها لا تخجلي، الناس حبتها كثير، هلا بسمعك مقطع منها. كلمات شاعر زياد جديد والحان كمان زياد جديد، شاب كتير موهوب، وانا بعت له تحيه من هون، نحن نوجه له تحيه. والحقيقه في اللاذقيه اليوم مجموعه من الشباب عم بيشتغلوا فن جميل، أكيد. سواء بالكلمه بالالحان مع المطربين الشباب، في هيك مثل ورشه الحقيقه عم نشوفها عم تنتج شيء حلو يعني، وعم بيقدموا تجارب. هلا منا عم تضرب وبتبين وعم تروج، وفي منا بدها يعني بس هيك رافعه ربما حتى اعلاميه او أكيد. انتشار اكثر، وحتى أكيد. الوسائل الاخرى يعني عم بتساهم اليوم. هلا قلت لي عندك تحيه بالبدايه اغنيه. طبعا اكيد، طبعا اول شيء تحيه لكادر عمل هالبرنامج الجميل ضمت ورد، وأسرة إذاعة أمواج، طبعا المعروف أنه نقول على أمواج تلفزيون أوغريت بشكل عام، الأسرة الجميلة الموجودة. تحية الأستاذ سامر مروي المخرج الجميل واللي دعاني، وأنا كثير انبسطت بهالدعوة، واللي زمان أنا ما أجيت لعندكم. تحية لوطننا الغالي سوريا اللي غنينا له من سنين، غالي غالي هو بيضل وبيبقى غالي، وهلا عم نغني له غالي، وراح نبقى دائما نغني له غالي غالي، لانه هو الامان، هو الطمانينه، هو الحياه. وراح سمعك هلا اغنيه غالي غالي، كلمات غالي. كلمات الدكتور مهند فايز نصره والحاني. نعم. ان شاء الله تعجبكم. ¶¶
غالي غالي غنينا لك حكايه مجدك وحكينا لك شو باقي لك يا نيالك بالحب رسمنا القلوب بالدم رسمنا القلوب غالي غالي غنينا لك حكايه مجدك وحكينا لك شو باقي لك يا نيالك بالحب رسمنا القلوب بالدم رسمنا القلوب يا وطني يا غالي يا أغلى محبوب عم بيقولوا إنك شمعة ورح بتدوب يا وطني يا غالي يا غالي يا أغلى محبوب عم بيقولوا إنك إنك شمعة ورح بتدوب أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك قلعت في بضلك محبتها لقلوب حبتها لقلوب وغالي غالي غنينا لك حكاية مجدك وحكينا لك شو باقي لك يا نيالك بالحب رسمنا القلوب بالدم رسمنا القلوب حبك ساكن فينا فينا بعت متلايالينا أرزو حور وسن ديان متلك شجر الكينة حبك ساكن فينا فينا بعد متلايالينا أرزو حور وسن ديان متلك شجر الكينة أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك قلعت في بضلك حبتها لقلوب حبتها لقلوب أجمل تحية للوطن دائما هذا الوطن الغالي مثل ما قلت اللي هو أرضه وشجره وناسه وما في أجمل من أنه نحن نتغنى بالوطن عبر الفن الأغنيات ونحن عم نشوف يعني في كل المجالات الإبداعية الوطن هو العنوان الأول أكيد. نحن ضمتنا اليوم أستاذ طارق طبعا رح نسمع ونحكي خلال ضمتنا وحلقتنا كل شوي نقطف وردة من بستان حلو. فخليها هلأ كمان تكون معنا وردة جديدة رح تنضم إلنا لشكل باقتنا وأضمومتنا ومثل ما بنقول دائما بنقدم فيها العطر والإبداع. سيدة مهندسة بالإضافة طبعا لمهنتها كمهندسة بتهتم بالفنون التطبيقية بس مو أي حالة، حالة كتير جميلة بتتعلق بألعاب الأطفال من الصوف من القماش، تصنع ألعاب أطفال بشكل كتير جميل وبديع ومنقدر نقول هي حتى أجمل من اللعب اللي بنشوفها هيك لعب يعني بتصميمها العالمي. الحقيقة بتقدم شيء أنا ما بعرف وجهة نظري إنه حتى عم بيكون أجمل بفوقه بالجمال لأن عم تحط فيه شيء من بيئتنا شيء من فننا الخاص من أمومته. خلونا نرحب مع بعض بالمهندسة نجلاء فياض وردتنا الأولى اللي راح تنضم لنا. أهلا وسهلا أستاذة نجلاء. هلا بنور يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى بابا نزلوا على بنت الأمارة قابل أهل وما يا صباح الخير وصباح الورد أستاذة نجلاء. صباحك يا أهلا. صباح الطفولة الجميل هيك مجرد ما حطيتي هالألعاب على الطاولة هيك في شعور جميل بيبعث الفرح فورا تماما داخل كل حدا مننا هيك الطفولة النايمة يمكن بس مجرد ما أنه نشوف لعبة أو قصتي فينا هذا الشعور. منحكي عن هالفن الجميل اللي عم تعمليه بالإضافة لأنه حضرتك مثل ما قلنا مهندسة. هو هيدا الفن اسمه أميغورومي فن عالمي صناعة الدمى من الكروشيه. الحقيقة نحن ما كتير من زمان بنعرفه لهيدا الفن بس هو عالميا قديم كتير ومنتشر بكل دول العالم.
حتى صار في له جمعيات حرفية بترعاه ومؤسسات بترعاه، وفي له قواعد وقوانين وطرق شغل بيشاركوا فيها من كل دول العالم. نحن ما من زمان دخل على سوريا وتعرفت الناس عليه، وحتى في كتير محاولات لتطبيقه عندنا، منا عم تنجح ومنا لسه بدها تدريب. أنا تعرفت عليه وحبيته وبلشت أشتغل فيه. أستاذة نجلاء، قبل الأوميكرومي يعني كتسمية أو كمصطلح، يعني الحقيقة نرجع لأمهاتنا ولجداتنا اللي كانوا يعملون ألعاب من الصوف، يعني نحن والقبلنا ربما جيل، هاي الأستاذ طارق عم يوافقني، كانت الأم تقعد على الماكينة تعمل لنا لعبة يعني شبيهة، بجوز مو بهالمرحلة من الإتقان، لكن تجيب الصوف وتعمل وتحط الوجه، يعني هذا أيضا من فنوننا بنقدر نقول. ايه طبعا، والولاد بينبسطوا فيها أكثر، بحسوا فيها من روح أمهم، يعني الأم لما بتعمل لعبة لابنها بتحط فيه من روحها، بتحط من عاطفتها ومحبتها له، فالولاد بفضلوها عن الألعاب البلاستيك الجاهزة. نعم. ينبسطوا فيها أكثر. كتير تصاميم حلوة، وهلأ سواء اللي معنا أو هلأ بدنا نشوفهم من أعمالك، الحقيقة في شيء كتير جميل وألوان وحالاتك طفولية رائعة. نحكي عن التصاميم أستاذة نجلاء، والمواد الأولية اللي عم تستخدميها. هلأ المواد الأولية هي عبارة عن سنارة وخيط فقط، كروشيه يعني مثل كروشيه من خيط وسنارة بشكل اللعبة، وبتنحشى مادة الديكرون، حبيبات الديكرون. يعني هي كلها على بعضها مواد غير مؤذية للأطفال، ما بيدخل فيها شيء بيأذي، يعني حتى ضيان قد ما جعك الولد مثل ما بيقولوا ما بتتأثر، بتنغسل وما فيها شيء بيأذي للطفل، فكتير عم بفضلوها للأطفال. نعم. خاصة بمراحل السنين الأولى هيك كتير عم بتكون جذابة. الحقيقة الكبار عم بيحبوها ويتعلقوا فيها أكثر من الأطفال. دخلها صوفية ولا؟ هي صوف، هي مادة الصوف، بس مادة الصوف المايل على القطن أكثر لحتى تضاين أكثر. نعم. بالنسبة للتصاميم يعني مثلا الوجوه الشخصيات، في بعضهم طبعا لحيوانات أو شخصيات معروفة كرتونية، هون أنت أو حتى دمية لعبة بنوتة، يعني هون كيف أنت عم تختاري هيك التصميم؟ هلأ ممكن من صورة شوفها طبقها على لعبة، ممكن ألعاب شوفها على الإنترنت، هلأ الإنترنت كتير ساهم بنشر هالموضوع هيدا. ممكن اخذ موديلات من نقي الموديل من الانترنت، بس دخل انا من ذوقي، يعني اختار الالوان، شكل الوجه، طريقه اللباس، قريب فيه قريب من ذوقي، من بيئتنا يعني. طبعًا. من هيك حتى ثقافتنا، يعني نحن مثل يعني كنت عم نوه انه لعبه لو كانت قد ما كانت جميله كنا نحس انه هي لعبه مستورده، اما لما بتكون مننا يعني من انتاجنا بتحسيها بتنتمي الى انت، بتحسيها قريبه لقلبك اكثر. يعني لو انت اخذت تصميم مثل ما قلنا بتجوز من جورنالات او كذا، بس لعبتنا هي، لعبتنا هي هي صح. في شخصيات كرتونيه محببه كثير للاطفال كمان بطبقها. هلا صرت عم بشتغل على موضوع ان اللعبه تتحرك، يتحرك راسها، يتحركوا ايديها، فعما ينبسطوا فيها الأطفال إسا أكثر. نعم. الدمية اللي أنا هون شايفتها، ما بعرف إذا أنتي هلا ما بتقدري يمكن تاخديها، الدمية البنوتة، يعني كيف كمان عم تشتغلي إنه شايفتها إنه بنوتة بتشبه بنوتاتنا يعني، ما هيك؟ إيه طبعا، الشعر الكستنائي والشعر الأسود والعيون العسلية. ممكن بعض الألعاب بناء على طلب ناس عملها عيون ملونة. هلا في صرع بين الصبايا انه بدها لعبه تشبهها، فكتير عم يجي طلب فكرة على هاي الامور جديده هيك. يعني انه واحد بدها لعبه تشبهها، تشبه شعرها، تشبه عيونها، حتى ممكن تعطيني صوره لابسه لبس معين انا اطبق لها على اللعبه. كثير عم يعني مثل البورتريه، يعني رسم البورتريه، انه البورتريه بس عباره عن لعبه مجسمه. الالوان كثير فيها هيك فرح، فيها يعني هذا عالم الطفوله كمان، يعني بحد ذاته هذا تنسيق وذوق خاص فيك. يعني كمان نحكي عن اختيارك للالوان، وما تاركي لون الا هيك بمزجهم كلهم مع بعض.
ما عندي شيء ممكن ما يلبق مع شيء، بس تحطيه بمطرحه الصح بصير بيلبق مع بقية الألوان. فأنا كتير بقعد بصمم اللعبة قبل ما أشتغلها، بتخيل شو بدي حط فيها ألوان، بصممها، بعمل لها مخططات لإلها وبعدين بطبقها. وخاصة أنه يعني عالم الطفولة اليوم أطفالنا عم بيشوفوا أفلام كرتون، عم بيشوفوا مسرحيات في دمى في ألوان، فبدك تبقي على هذا هيك المتطلب الموجود عند أطفالنا أنه هاي الألوان اللي بتجذبهم. صح. هلأ حتى كل ما ظهر دائما في تحديث بأفلام الكرتون، فكل ما ظهرت شخصية جديدة بحاول أنا أطبقها، أعمل منها مجسم لعبة. كثير عم تنرغب هالأمور هيدي. قد ايه لبى داخلك هيك شيء من الأمومة من الطفولة؟ ما بعرف انت امتى بدأتي، بجوز تكون متأخرة حديثا يعني، لأن دائما الأم بتكون عندها انشغالات. هلا اليوم معنا هيك نموذج انه حدا بس بقى بعدين تفضى، يكبر ولادها بتتفرغ. قد ايه لبى عندك شيء بداخلك هذا الفن؟ هلا كلياتنا بداخلنا مثل ما قلتي في طفل صغير بحب الألعاب والألوان والأشكال، بس أنا بلشت انتجهم لهدول من بعد ما صار في أحفاد. ما شاء الله. صرت حاول أعمل لهم شيء يبسطهم هيك يفرحهم، وهن النموذج اللي أنا بجرب ألعابي يعني فيه. يعني مو على زمن الأولاد، على زمن الأحفاد. لا، على زمن الأحفاد. بديتك شوي أكثر. بديت أكثر. إيه. حلو أنه يعني شوفي عن جد انه بعد ما صار عندك احفاد لحتى فكرتي انك تعملي، قد ايه بينبسطوا فيه؟ هو مثل ما قلنا لانه هيدا الفن ما من زمان متعرفين عليه، فتزامن مع وجود الاحفاد فصرت اشتغله. اكيد عندهم هيك مجموعه، وانت بتعملي مجموعات يعني مثلا شخصيه واحده. بتعملي مثلا ست الوان هيك ست كامل، فقد ايه بينبسطوا فيهم الاحفاد؟ ممكن يكونوا هن يعني نقول كونهم مشاهدينك الاوائل، هن منهم تقيسي مثلا هذا العمل حبوه، هاللعبه انحبت اكثر من هو، هن تقيسي من خلالهم. طبعا هيك عم بيصير. هلا في مشروع جديد عم بشتغل عليه بهالمجال هيدا، دخل طريقه تعليم الطفل باستخدام هالألعاب هيدي. في منهج مونتيسوري التعليمي. فعم حاول أنا أدخله بألعابي، يعني بصمم لعبة وبحط فيها منهج لتعليم الطفل. هلأ هيدا المشروع عم بشتغل عليه إن شاء الله، ممكن يعني الطفل هو بقى يعرف، هو بصير بيركب وبيعمل بهالألعاب هيدي. كتير حلو الحقيقة، وهدف مهم يعني اليوم أطفالنا. شاركتي بمعارض أو بنشاطات يعني قدمتي فيه هذا العمل بعد ما وصل لهي المرحلة الحقيقة من الإتقان يعني، يعني لعبة كاملة بإتقانها بشكل حتى قابلة للتسويق أيضا. إيه طبعا. طبعا شاركت بمعارض كتير مع جمعية موزيك، مع نقابة المهندسين، عملوا معرضين نقابة المهندسين شاركت فيهم، في جمعية مدى كمان شاركت معها. يعني بحاول انشر عطري مثل ما بيقولوا. كان اقبال كثير، تمام، اقبال الناس عليه اكيد، لانه البركة شيء رائع. حتى الناس صارت عم تفضلهم انه تهديهم، يعني افضل من الهدايا الالعاب الموجوده بالسوق، عم يتبادلوهم كتذكارات. على الاقل ما بتشوفيها مكرره بمطرح ثاني، يعني لما بتهدي لعبه من هدول مميزه وبتبقى بتدوم. صحيح. نحن دائما الحقيقه عم بيكون السيدات او حتى اللي عم بيشتغلوا فنون تطبيقيه كثير عم بيركزوا على ناحيه انه انا ممكن اعمل شغله اهديه لرفيقتي، انه شغل ايدي يضل لها قيمه وذكرى حلوه وبتحمل توقيع اللي عاملها. يعني اليوم تماما يعني انه نحن ما نستورد حتى هي الافكار، صارت نحن نقدر ننتجها، هي الحقيقه قيمه بحد ذاتها. ايه طبعا انا عم طبق هالشيء الحقيقه، يعني كتير بحاول أقدم تذكارات لأصحابي، لأفراد العيلة، لمعارفي، كلهم من شغلي، بحسهم إنه بينبسطوا فيها أكثر ما أكون مشترية شيء. نعم.
ان شاء الله تكون الاسعار مدروسه مشان الناس يعني الحقيقه توصلت ايه اكيد الاسعار يعني. ما بتناسب ابدا، اقل بكثير من الجهد المبذول جميل. فيه حلو حلو نعم. الناس تاخذه يعني هو مثل ما قلتي دخلتي بقى بعد معارض وتعريف وكذا انه ممكن هذا يصير تسويق، وهذا طبعا من حقك بعد ما صار عندك هذا الكم الاعمال. استاذ صار قد ايه عالم الطفوله جميل، وانت شفتك هيك شقرقت مثل ما بيقول. ما في اجمل من عالم الطفوله بالعالم. هلا نحن بطور عندنا مهرجان نسقته الوزارة اسمه صغار كبار الفنون تجمعنا. نعم. فنحن عم نعمل جولات على المدارس، عم لاقي يعني شغلات الطفل غريبة عجيبة. أنا أول مرة بتمر علي بشوف الفرح بعيون وقت مثلا بيغنوا، وقت اللي بيكونوا عم يعملوا لوحة، عم يعملوا رسمة، عم يعملوا أي شيء هيك بيشعرون بالفرح. طبعا نحن عم نغني معهم، عم نكون مثل إيلون يعني رفقة، عرفتي كيف؟ فمرينا على أكثر من محل، وهي ذكرني أنه الألعاب ما الألعاب، مرينا على مدرسة الفنون النسوية باللادئية. نعم. فشفت أعمال يعني عن جد تفوق الوصف، فقلت لهم هي احترافية، ما أنه والله أنه واحد عاملها بشكل أنه طالب، لا هي احترافي، يعني بده يكون أستاذ يعني حتى حتى يطلع معه هيك لأنه صافي تماماً. بيتقبل فورا الفكرة صح، وما شاء الله اطفالنا موهوبين يعني بصيروا. يعني قلت لها حتى لما بدي مدرسه انه جاهزه يعني مباشره للبيع، تعملي معرض ما بتعملي معرض؟ قال لك نعمل معارض. نعم. معارض وبتروح. فعلا طفلنا عم بيكون كثير موهوب، والاهتمام اليوم باطفالنا صح. وصار في كثير ورشات، ومثل ما قالت الاستاذه نجلاء يعني انه عم نعلمهم، صرنا مو بس نقدم لهم هاي اللعبه وما يفكروا، صاروا يعرفوا يفكوها ويرجعوا يركبوها. فهذا بحد ذاته مثل ما قلنا كمان قيمة تربوية، وهذا سبب انه عم نشوف كثير مواهب بمهرجانكم. وحضرتك عضو لجنة التحكيم حتى بالغناء والموسيقى كثير عم نشوف، واصوات حلوة عم نشوف كثير اصوات جميلة، عم نشوف كثير ناس موهوبة بالعزف بالكورال كثير. المهرجان عم يقدم لنا كثير كثير مواهب حلوة ان شاء الله. ما بتتذكر حالك انه انت لما كيف بلشت وكنت طفل انه هلا في شيء متاح لهم اكثر مثلا؟ اكيد طبعا في رعاية اكثر. طبعا عندهم رعاية اكثر. نحن كان بتعرف ايامنا يعني كنا مثلا عندي الوالدة قالت لي اذا بدك مثلا تنجح بصف التاسع راح اجيب لك عود، وانا كنت احب العود كثير. حلو. كثير كثير عندي شغف للعود، فقلت له راح اجيب علامات وراح تجيبي لي العود. وحققت الشيء وجابت لك العود. جابت لي العود. ونسمع هلا شيء لك. تكرم عيونك. وبعرفك انت هيك الوديعيات عندك حاضره ومؤثره كثير بصوتك الحقيقه. يا حبيبي وانساني
حيالله تعود حيالله تعود حيالله تعود على الله على الله تعود على الضياع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله من بعدك انت يا غايب مالي احباب غير الله من بعدك انت يا غايب مالي احباب غير الله مالي احباب غير الله على هالحنية. يعني كل إنسان وبشكل خاص الفنان له طريقته بمحاكاة الحياة بإيصال هاي الأحاسيس الحلوة بالموسيقى بالغناء بالفنون. مثل ما قالت الأستاذة نجلاء أنه إيه بحاول أنشر عطري، شوف قدها كلمة حلوة لازم. كل حدا بينشر عطره أكيد. بالطريقة اللي هو ما يختزنه من مكنون صح. وعطر. لذلك كل حدا فينا من هالفنانين طبعا يعني كل واحد منه هو قارورة عطر فعلا صحيح. وما في ما في ريحة بتشبه الأخرى صحيح. ما في عطر بيشبه صحيح. الآخر صحيح. كل واحد عطره بيفوح بأسلوب خاص طبعا. فعلا لذلك هلأ رح نشوف فن آخر من الفنون مع وردتنا اللي رح تنضم لنا ولجلستنا وبقتنا اليوم، فن التصوير الضوئي. هذا الفن اللي هو محاكاة للحياة بلقطة بزمن معين، بيحمل كتير من الجماليات، بيحمل من الذكريات طبعا، ولكل فنان بقى ذائقته اختياره ألوانه توقيته، هو فن قائم بذاته. ومنرحب بالوردة اللي راح تنضم لنا الأستاذ أسامة النجار، مصور ضوئي وعضو نادي التصوير الضوئي في دمشق، ومنقول له صباح الورد. هلا بالورد يا لما هلا بابا نزله على بنت الأمارة جاب يا صباح الورد استاذ اسامه. صباحك مدام نوال، صباحك صباح الخير. هلا الله يحفظك. والصور اللي بتلتقطها كثير فيها ورد، غير الورد الحياه. كيف المصور الضوئي يعني يعمل ستوب كادر للقطة من الحياة من الطبيعة من الجمال؟ طبعا هلا له التصوير الضوئي له عدة عوامل، ما ان والله بناخذ انه صورة نحن ومنصورها. طبعا اول شيء الفكرة هي بأساس بالتصوير الضوئي لنوصل الرسالة للمتلقي. بعدين ثاني شيء الإضاءة كتير بتلعب دور بنجاح الصورة أو فشلها يعني. وفي عندك زاوية التصوير، زاوية التصوير طبعا هي بتكمل الفكرة اللي احنا أخذناها. زاوية التصوير طبعا كمان بتلعب دور كتير باللقطة الفنية واللقطة الإبداعية. وهي في زوايا التصوير في عدة زوايا نحن بنختار بالتصوير، مثلا الزاوية المنخفضة هي بتكون تحت مستوى النظر، زاوية عين الطائر هي بسموها بين المصورين زاوية عين الطائر، يمكن اسمها هيك شوي غريب، هي بتكون الزاوية بشكل مرتفع مشان الجسم من الأشياء أمامنا، وبتكون الصورة بشكل أوضح. الزاوية المائلة هي الزاوية المائلة، هي طبعا أكثر قليل يستخدموها المصورين، لأنه هي الزاوية هي بتكون قريبة من الأرض يعني، وهي نحن بنستخدمها بهالشيء هذا إذا بدنا نطالع اللوحة بعدم اتزان أو عدم استقرار، بالتعبير عن عدم اتزان وعدم استقرار للوحة يعني إلى أغراض الخاصة. طبعا طبعا وفي عنا بعد ما أخذنا أنه الفكرة والإضاءة وزاوية التصوير، في عنا التركيز على الشيء اللي بدنا نصوره، شو نحن بدنا نصور مشان نوصل هالشيء هذا بمفهوم فني وحسي للمتلقي وقت بيلتقي بالصورة طبعا، وبتعطي جمالية أكثر للصورة طبعا. هلا بخلال تصوير ضوئي كمان سهلت عمل الفنان كثير عن السابق بسبب وجود التكنولوجيا والعدسات اللي تقريبا كل 6 شهور 7 شهور عم يطلع شيء جديد يعني،
طبعا هون الفنان بده دائما يتابع المهارة. يعني طبعا ممكن يكون فنان ما كان عنده مهارة، بس النظر نحن للأشياء لفترة طويلة هي بتودد فكرة الـ يعني الحس الفني. طبعا لأن هو فنان مثل ما قلت، يعني بيقولوا الخيل من خياله. إيه طبعا. فهي الكاميرا قد ما كانت تقنيات عالية، بس إذا ما في فنان عم بيقود هاي الكاميرا. طبعا هلا الموهبة لحال، الكاميرا بدون موهبة الكاميرا ما إلى وظيفة. نحن يعني الموهبة هي لازم تكون موجودة، والكاميرا ما إنه نحن هلا إنه نحن منقول إنه والله الكاميرا بتكون كام ميجا والأشياء هي، نهائيا هي ما إلى علاقة. الموهبة والإبداع والفنان عنده الحس الفني والجمال. حدا عم بيصور عادي، ممكن نحن كاميرا لو متطورة أو يعني كاميرا بتقنية عالية بيكون بيصور صور عادي، أما الفنان هون عم يرسم لوحة، عم يعيد إنتاج لقطة. طبعاً يعني هي دائما أنت ما أن الصورة هي الصورة صدق، الصورة هي مرآة للحقيقة، الصورة هي لغة غير لفظية. نعم كتير جميل هذا الشيء. بس اختيارك هلا نحن مثل ما نشوف بالصور طبعا مدينتك اللاذقية وهي عشقك، تختار مواقع وهلا يعني في عندنا كمان كم لقطة لابدو يمروا معنا، انه حتى عامل مقارنات بين لقطات قديمة ولقطات جديدة، ساحة أوغاريت كيف كانت كيف صارت، هي كمان وثيقة. تمام، لأنه دائما الصورة بترجعنا للذكريات. يعني أنت نحن بالعكس لازم نستغل هاللحظة هاي ونأرشفها عنا بزمانا ومكانا. نحن وقت نرجع نحن للصورة نرجع لذكرياتنا، ممكن نحن ما عاد نتذكر يعني شيء مرينا فيه، بس بسبب الصورة وعدسة العين الثالثة هي عدسة الكاميرا، ممكن عم ترجعنا لهالذكريات هاي وعم نأرشفها زمانا ومكانا بالصورة. طبعا هلأ عن جديد عم ساوي مقارنة ما بين القديم والحديث، يعني صور بتكون بالستين باللاذقية، أنا بروح لنفس المكان، يعني أنا ما مصور ب1960، بس بروح لنفس المكان وبختار الزاوية اللي صور هي فرضنا عام 1960 وبرجع بصورها. مقارنة ما بين القديم والحديث. صحيح. هذا الشيء شفناه مثلا بكسب بصلون في أخذ خصم مواقع، هي يعني لا تزال إلى اليوم قائمة، فهي بكون مر عليها 100 سنة بس أكيد تغيرت ملامح. معالي ملكة تغيرت المعالي. ومرجع هذا كان صور بيت ريفي، أنا كنت عم صوره كل 5 سنوات يعني عم بتغير. إيه؟ كيف عم يتغير هون يعني بشوي كنا أستاذ النجلاء عم نحكي أنه أي فن اليوم عم نعمله بيحمل قيمة. هلأ لعبة الطفل هي قيمة تربوية وجمالية أكيد. وحسية وسعادة للطرفين اللي صنع وللي استخدم. نفس الشيء اللقطة أستاذ أسامة، أنت لما بتختارها أنت إلك هدف، بدك تحرك مشاعر أكيد. بدك تحرك ذاكرة ربما، بدك تترك أثر لسنوات قادمة أكيد. فهي ليست صورة فقط أنه أنا مجرد أني أنا كاميرا ومثل ما قلتوا إحساس، هي تمام. يعني وثيقة إنسانية كمان. تماما وفن بالحد ذاته. يعني هلا انا ما معقول انا انقل منظر يعني انه صور ومنظر، لا بدي اعمل حركه بالصوره من خلال الالوان من خلال الحركه، لانه هلا هو شو فن التصوير الضوئي؟ هو فن التصوير الضوئي فن وعلم. الفوتوغراف هو الرسم بالضوء وعلم، عم تخلي المصور عم يطلع على اشياء يعني عم على مفهوم الاضاءه، مفهوم المرشحات، مفهوم العدسات. فهو هو التصوير الضوئي صاير فن وعلم. وبعدين فن التصوير الضوئي بما انه بيعتمد على الشكل الفني معناتها فن وعاطفه وجمال. يا سلام، بدنا تاخذ لنا هيك لقطات لالعاب الست نجلاء هيك إيه؟ تكون، لان كل وحده منا تصلح تكون بوست إيه يعني تمام. نحن دائما نشوفنا بالاخير تفاعلوا مع بعض وبيطلعوا بمشروع بيطلعوا بقصه. بالاضافه يعني التصوير التقليدي يعني اذا نسميه إيه؟ بس مع طبعا التطور الفني إيه؟ ايضا عندك ناحيه هي التصوير الفني. يعني ممكن نحن من قشره برتقاله نشوف عندك لوحه إيه إيه؟ من قطع زجاج إيه هون كيف من بقى هذا بس نعفان. أنينة وقعت على الأرض عم تنقط نقطة المي، أنت أنا أرجيت سويت صورتها وطلعت لوحة فنية. وبعدين بدي لك اختلابة بالنسبة للتصوير، ما أنه أي وقت نحن بنقدر نطلع على التصوير. التصوير 4 فصول السنة تمام. يعني بناخد عن التوقيت تماما. بنرجع لفصل الشتاء. فصل الشتاء هون بيكون التباين ما بين أشعة الشمس والظلال شوي إنه قليلة، فهون بنعتمد بالشتاء على تصوير البورتريه.
بنرجع على فصل الربيع. فصل الربيع هو إبداع كتير كتير. بتكون إسا الأزهار أول ما عم تأزهر يعني فصل الربيع، وين ما رحتي صورة فنية بغصن الشجار بزهرة الربيع الصغيرة اللي عم تتفتح. ولادة جديدة بكل تماما إيه صحيح. دلالة يعني على تغير الوقت والزمن. وفصل الصيف بتكون أغلبية الرؤية واضحة وصافية، بس فصل الصيف أحيانا بنزعجه كتير بعض المصورين إنه من الظلال اللي بتبقى عاتمة، بس بالنسبة للظلال هلأ عاتمة في برامج عم تعالي جو الأمور هي بتطلع صورة فنية رائعة. الرسامين الانطباعيين اللي هن بنتظروا لحظة مثلا الشمس على القطعة لحتى على يعني أي شيء بدهم يرسموا إيه؟ فهون الشمس كتير بتكون متباينة تماما يعني لحظة وأخرى. إيه عندك تصوير الغروب، الغروب أكيد أكيد ولا مصور ما راح يعرفه تصوير الغروب أو الشروق. الشروق أول ما بتطلع الشمس وأول ما بتغرب وانعكاسها على سطح البحر، وخاصة إذا وجد كمان ليلة قمرية بتطلع لقطة كتير كتير حلوة يعني مفردات الإبداع. إيه بتشوفي المشاهد يعني كتير كتير تجمع بيناتهم. إيه. هلأ أنت بعيدا حتى عن الفوتوشوب، هلأ صار الفوتوشوب كتير بيعمل منا هيك قصص، بس بتعرف بالأخير إنه هي لقطة فنية مركبة، بينما ما حل... إيه إيه يعني أيام كتير ما بتقبل المشاهد. الطبيعة أحلى. إيه الطبيعة أحلى وقت إحنا عم قد البحر ملهم لإلك وشوفه كتير إلك البحر كتير يعني البحر كتبوا عنه الشعراء وغنوا عن إذلوا الفنانين وحكوا عليه العشاء والمصورين كمان. البحر كتير كتير غزل ما بين اللي بيقولوا مواج تتراقص. أنا كتير عندي صور هالأشياء عن البحر كتير كتير. البحر راحة نفسية يعني، والصورة كمان أنت وقت بتصور بصفي راحة، بتشعر راحة بنفسية أنه أنت عم تصور، وخاصة أنت وقت عم تنقل لها الصورة هي للمشاهد ويعني وعم يشوفها الجمالية. بس حدا خلاص صارت لقطة وبتقعد تتأملها وتبقى، ومع أنه هي موجودة بالطبيعة بس لما تتحول لصورة أو لوحة صارت عمل فني. ايه انا كتير لقطات احيانا كتير لقطات بيكون احد المرة مارقين انا عندي مجموعة بالفيس صور اللاذقية وانا هي المجموعة عملتها من حبي لبلدي ويعني ولا مدينتي. عملتها يعني هالمجموعة هي اسمها صور اللاذقية 130 الف عضو. هي عملتها ليش؟ مشان العالم اللي برا تطلع على ريفنا الجميل، لانه نحن ريفنا الجميل لوحة فنية بحد ذاته، ما إلا عين المصور تلتقط هاللوحة هي وتنقلها للمشاهد اللي عم يشوف. في غنى في غنى جميل بطبيعتنا بيتيح فعلا الإبداع والفن. ما مستغرب لما منشوف نحن عنا دائما كنا عم نحكي أستاذ طارق يعني عن الفن على المبدعين على الأطفال اليوم عم بيحملوا هاي المواهب من هالطبيعة الحلوة. أستاذ طارق ببعري بحر جبل اللي هو شو راح تسمعنا؟ هيلا يا واسع هيلا هيلا هيل مركبك راجع هيلا هيلا هيل هيلا يا واسع هيلا هيلا هيل مركبك راجع هيلا هيلا هيل غفوتك ليل عصفتك ليلة 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 هيلة يا واسع هيلة هيلة هيل مركبك راجع هيلة هيلة هيل بسمتك ويل عصفتك ليلة 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 هيلة هيلة. طبعا رح سميك أغنية جديدة يلا عاملينها جديد السما نزلت. كلمات الشاعر حسام غصن ألحاني. كل ما بتطلع فيك وبقرب تحاكيك كل ما بتطلع فيك وبقرب تحاكيك قلبي بتولع نيرانه بيتكهرب من عينيك. كل ما بتطلع فيك وبقرب تحاكيك قلبي بتولع نيرانه بيتكهرب من عينيك.
هاي روح اللي بنظرة خدتيها رديها بلمسة ايديك، هاي روح اللي بنظرة خدتيها رديها بلمسة ايديك، وكل ما بطلع فيك وبقرب تحاكيك قلبي بتولع نيرانه ويتكهرب من عينيك. هل واقف بيني وبينك ما عم يرضى يمرقني، معقولي شمس جبينك كل ما بمرق تحرقني، هل واقف بيني وبينك ما عم يرضى يمرقني، معقولي شمس جبينك كل ما مرق تحرقني، سام العين بتبعدني عنك ونبض القلب بيقربني لايك، سام العين بتبعدني عنك ونبض القلب بيقربني لايك، وكل ما بطلع فيك وبقرب تحاكيك قلبي بتولع نيرانه بيتكهرب من عينيك. اسلموا يا استاذ طارق. لما حكى استاذ اسامه عن الصيف والشتاء والفصول استاذه نجلاء، خطر لي انه كمان الالعاب ممكن تكون موسميه، مثلا هلا الطفل اللي بده يلعب فيها بالشتويه بده تكون غير اللي بالصيف، في هيك شيء بتراعوا هاي النواحي؟ ايه كمان طبعا براعي هالناحيه. الالعاب مثلا الوانها بتبقى غامقه شوي بالشتاء، لباس الشتوي للدمى بيبقى غير ملفح لباس الصيفي، صوف فرو كذا، القبعة والكفوف واللفحة وهالاشياء هيدي. بالصيف الأحذية بتختلف، الألوان بدخل فيها الفواتح، الألوان الفاتحة أكثر، فمنراعي هالناحية هيدي دائما. يعني نحن نختار التوقيت بكل شيء، ويمكن بالتصوير استاذ اسامه هذا اهم شيء. اكيد التوقيت، ايه التوقيت الفصول حكيت يعني، ايه حضرتك ايه على الفصول طبعا، يعني هذا التوقيت، وخاصه في عندك ساعه بسموها الساعه الزرقاء. شو هي الساعه الزرقاء؟ الساعة الزرقاء هي وقت بتغرب الشمس وجزء منها والسماء زرقاء، وعند إضاءة أشعال المدينة، إنارة المدينة، يعني فتت المغرب هون تطلع صورة جميلة جدا. صحيح. جدا الشمس عم تغرب، الإضاءة شوي عم تشعل، السماء زرقاء، وخاصة بأيام الصيف. يا سلام، هي مثلا انت الحق حالك بهاللحظة، السماء زرقاء كثير جميل. هلا وردتنا الجديدة اللي رح تنضم لنا سيدة بعد ما كبر ولادها وهيك وحست بقى ارتاحت، ممكن تقعد تعمل شيء لحالها، بترجع الموهبة اللي كانت بداخلها واللي يمكن نيمتها سنين لأن في كان في أولويات بالحياة، بترجع لعالم الرسم اللي حبته من صغرها بس ما أتيح لها أن تقدم وترسم ويشوفوا الناس فنها إلا لوقت متأخر. بنرحب مع بعض بسيدة حياة كيوان وتجربة جميلة بالرسم، راح نشوفها مع بعض ومنقلها صباح الورد للسيدة حياة. هلا بنوان يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى صبابا، نزلوا على بنت الأمارة قابل يا صباح الورد ست حياة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. احكي لنا هيك حياة شي كيوان. شكرا لدعوتك لي، وكتير كتير فرحت بهذا الشيء، يعني أني أتعرف على باقات الورد، يعني لوحات كتير حلوة. وحلو أنك تكون اليوم إحدى وردات ضمتنا. والحقيقة أنا بالصدفة يعني تعرفت على ست حياة يعني على الفيس، شفتك لوحات حلوين، دورت سألت، قالت لي أنا هيك بعد ما كبروا أولادي عم برسم. فهي حالة كتير جميلة، وشكرا لتلبيتك الدعوة. بتحكي لنا هيك إنه كيف رجعتي أيقظتي موهبتك الدفينة إذا صح تعبيرنا؟ طبعا بعد ما كبروا الصبايا، وفي عندي شاب، عندي صبيتين وشاب الله يخليهم، اللي تزوجوا
وبقيت آخر شيء عندي عم تقدم بكالوريا. فأنا طبيعتي إنه أنا بعدني أم فملتزمة مع إنه دراسة وما دراسة وبكالوريا. فجبت دفتر رسم وبلشت أنا أعبي وقتي بهذا الوقت الفراغ. بلشت أرسم بداية أطور حالي. خلصت البكالوريا طلعت أنا بمرحلة تانية. هي دخلت الجامعة خلص أنا هي آخر العنقود. بلشت أنا من الألوان للهيك يعني جرب كل شيء. 3 سنوات لأني ما قدرت أنا أدخل بشكل أكاديمي لأنه كانت والدتي موجودة عندي مقعدة. فاضطريت 3 سنوات أني أبقى مع فرغ بالرسم واهتم بوالدتي وبالعائلة. حلو. توفت الوالدة الله يرحمها. انطلقت للفنون التطبيقية. سجلت شوف الأساسيات بالرسم إنه أكيد في عندي أخطاء أنا منتبهيت لها أو شيء. فسجلت بالفنون التطبيقية وكان أول حدا بتعرف عليه الله يرحمه الأستاذ عبد الباسط زابون. كان له الفضل علي كتير. وبمرحلة النحت اللي هلأ رح نحكي عنها. النحت طبعا تمام. فصار يشوف أعمالي وكذا قال لي أنت يعني مش دازة شغلة إنه مبتدئة أنت طالعة الأولى يعني طالعة على شيء تاني. يعني بالفعل أعطاني ثقة بنفسي. وكان هو يعني بمرحلة كتير حلوة وجميلة لأني أنا طالعة من البيت 6 بيت لألتقي بعالم آخر. فأنا كتير يعني كتير انبسطت أني أنا أول شخصية قابلت فيها فنية وبعتز فيها اللي هو الله يرحمه الأستاذ عبد الباسط. وهو اللي شجعني أني كمان بعدين أني أدخل النحت. وما حالفني الحظ أني التقي معه بالنحت الفعلي بس أنا روحه حاضرة معي وعم بتبع أسلوبه وذكريات التواصي أنه كيف أنا أتعامل مع المنحوتة وروحه موجودة معنا وأكيد مع الكل لأنه هو كل الناس بتحبه يعني شخصية لا تتكرر. كتير حلو كمان أنه يعني أنت بهاي الموهبة لقيتي مين يعني الحقيقة يحتضن موهبتك يوجهك. وانت كنتي متعطشه واضح انه انت بمرحله لو متاخره عم ترسمي بس ما حدا عم بيقيم لك. تمام. هون المركز الفنون صار صرتي تعرفي انت وين. اكيد. فانا يعني صرت اطلع من مرحله لمرحله يعني جرب شوفي بيجي عبالي انه انا جرب يعني بالفن. هلا واضح من خلال يعني اللوحات يعني احاول اني اشكل. بتحبي الوجوه بتحبي الطبيعه شيء اسود وابيض. تمام. يعني حاولت اني اجرب وشوف حالي وين انا شو اللي بحبه انا اكثر شيء. بس طلعت انا بحب كل اعمالي. بحب كل شيء بعمله. يعني اخر شيء يعني اكيد رح اوصل لمرحله انه احب شغله يعني مميزه لإلي انا بصمه لإلي تكون. بس الفن بشكل عام هو بكل اشكاله حلو. يعني كل مرحلة إلى حلاوتها. يعني وقت ما بلشت أنا بالقلم الرصاص كنت كتير مبسوطة فيه مع أنه هلأ لما بطلع بقول معقول أنا كنت أرسم هيك. بس برضو هذا اللي وصلني لهون. طبعا البدايات يعني صرت أتعامل مع اللوحة من روحي أحبها أعطيها تعطيني من ألوانها. بعدين دخلتي مرحلة الزيتي. هلا مثل الزيتي ما شايفين أنا من قبل بلشت بالزيتي يعني بالبيت الوان. قبل ما أطلع بريت البيت أنا جربت كتير شغلات بس أكيد يعني كانت على مستوى اللي أنا بقدر عليه. بعدين صرت يعني أتعمق أكتر لما سجلت بالمركز الفنون وسجلت مركز الثقافي كمان تصوير زيتي. فصار عندي يعني إلمام. أول شغلة في فنانين عم بلتقي معهم عم نتبادل اللوحات الرؤية. لما بشوف أنا صديقة إلي أو صديق لإلي عم بيرسم بيعجبني فبتستهويني ألوانه يعني طبعا بصير تفاعل شوفوا تفاعل بعض. هذا كثير مهم كمان هن نفس الشيء. يعني هلا بعد هيك هاي المرحلة واللي مثل ما قلتي يعني دخلتي بمعترك الفن يعني تمام. كيف شفتي انه هو نقلك من ضفة الى اخرى؟ شو اضاف لحياتك لتجربتك؟ ربيتي عملتي اسستي اسرة ونفس الوقت الفن اليوم شو بضيف لحياة المرأة؟ بضيف انه هلأ وخاصة نحن منعيش ظروف اني نحن اقوى من الظروف. احنا عنا شيء ليش ندفنه؟ لا منطلعه كتير حلو ومنعطي طاقة ايجابية لانه في عنا جيل عم بيطلع. اذا نحن انكسرنا شو بده يعمل الجيل اللي بعد؟ نحن بدنا نكون القدوة لإلهم.
حتى حفيداتي عندي احفاد اربع ما شاء الله هاي انت وست نجلاء حتى هن بيرسموا بيقعدوا بيقلدوني كانوا قبل ينزعوا لي قعدتي يتعدوا على اغراضي وهيك هلا صرت اعمل لهم قعده لإلهم انه انتم الكون الوانكم الكون كذا يعني بحط لهم وبيقعدوا بيشاركوني بالحياة اينما وجد الفن وجدت الحياه الراقيه وجدت التربيه السليمه استاذه نجلاء كمان يعني انت بنفس الوقت انت بداتي بعد ما صار عندك الاحفاد شو أضاف لك اليوم هاي الموهبة هذا العمل شو أضاف لمسيرتك أم ومهندسة وعاملة وإلى آخره واليوم جدة بس أكيد بتحطك بمكان آخر طبعا هلأ هيدا الفن أول شيء بيعلم الصبر يعني أنت بدك تكوني صبورة لأنه تعملي القطعة مثلا ممكن ترجعي للصفر إذا ما عجبتك بكرة مثلا مرة واثنين وثلاثة بده يكون بالي طويل في عندي صبر لاني انجزها للنهايه ما يكون في عندي ملل فاعطتني هالهدوء وطولة البال خففت علي هموم الحياه واعباء يعني صرت لما بحس باي اكتئاب او ضغط نفسي نتيجه ظروف الحياه الصعبه طبعا الحاليه فبهرب لهالفن هيدا بهرب لألعابي بيعطي صفاء داخلي أستاذ أسامة لا شك أنه لما بتحمل كاميرتك وبتروح يمكن بتروح إلى عالم آخر أكيد أكيد هالشي بس التصوير بده راحة نفسية كوني متعبة نفسيا ما بتطلع معي الصورة الفنية يعني أنت مرتاح نفسيا كتير طبعا بتطلع يعني كل لوحة لون كل لوحة فكرة كل لوحة موضوع يعني عكس الصفاء الداخلي يعني. طبعا طبعا اكيد هالشيء هذا ضروري إيه؟ كمان وفي ناس بالعكس بجوز بيتوتروا بيروحوا بيصرفوا لاعمال بجوز فيها يدويه غير انا لا بكون هيك إلو. اذا ما مرتاح نفسيا ما بتطلع مع الصوره الفنيه خلاص هيك طبعا برج الحمل هيك نعم برج الحمل ست حياه انت بتلجئي للفن هيك لما بتكوني انه بدك تفرغي شيء ولا لا صار هو عالمك اللي بدك تروحي له بلحظات معينه ايه اكيد هلا انا دائما الوقت الوقت الفراغ ما بخليه فراغ هو ألوان هو المرسم تمام لو ما كان الألوان والمرسم خلص في طاولة في ألم في شيء أنا حرك إيدي وحرك مشاعري فيه حط شيء أنا حابة أني صيغه برسمة بزخرفة ممكن شخبطة أحيانا ما شرط يعني تكون ألوان وهيك لا حسب ما أنا يعني حابة أني يعني شو نفسيتي يعني شو بدك بس اي تماما تفرغ شيء داخلك ايه تفرغ واكيد بيولد مثل ما قلتوا يعني طاقه حاله نفسيه أكيد رياحه أكيد شجعك زوجك واولادك طبعا انا بشجعهم لعائلتي زوجي داعمني كثير ويعني كثير كثير اولادي صهري كنتي يعني انا لانه عائلتي هلا عم تجي كلهم يعني انا بقول لهم تحيه كثير كثير حلوه هن كثير احتولوا وقدروا الشيء اللي انا قدمت لهم اياه وانا هلا عم بلاقي الثمره اللي انا قدمت لهم اياها كثير حلو انت قدمتي واعطيتي وهلا لازم هن كمان يقدروا هذا الشيء حالة جميلة الحقيقة وهذا حقك يعني بالأخير إنه حدا عنده شيء لازم يقدمه بس أنت اخترتي الوقت المناسب أكيد. ما كان على حسابهم فبنوجه تحية لأي أسرة ممكن تشوف اليوم سيدة تشجعها لأن الحقيقة السيدات اللي عم بيمرقوا معنا لولا تشجيع الزوج تفهمه يمكن تكون ما عم تقدر تقدم شيء فالحقيقة الزوج والأسرة هن أكيد. يعني عوامل مهمة بهذا الشيء شو رأيكم ننتقل للشعر للإبداع للكلمة للإحساس للمفردة اللي ممكن تعبر عن كتير يعني من القضايا الأفكار الصور الجميلة ممكن كل شيء نحكي عنه نشوفه بقصيدة مثل ما نشوفه بلوحة بصورة بفن بأغنية طبعا ومقطوعة موسيقية مع الكلمة والشعر شاعرة شابة يعني هي من الشاعرات اللي شاركوا بمهرجانات الأدباء الشباب اللي بيقيموا اتحاد الكتاب العرب منذ سنوات والحقيقة بكل مشاركة تحصد الجوائز وتأخذ دائما جائزة الأدباء الشباب وهي اليوم مهندسة ولا تزال تكتب الشعر وتشارك بالأمسيات العديدة بصرني رحب بالمهندسة الشاعرة الأستاذة فاطمة بارود لك يا صباح الورد هلا بنور يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى صبابا نزلوا
يا صباح الورد استاذه فاطمه، اهلا وسهلا فيك. يا صباح النور، اهلا وسهلا استاذه لبابا، وشكرا لهالدعوه اللطيفه، وشكرا لزملاء الفن والابداع، واهلا وسهلا بالجميع. شكرا. معي مجموعه من الجوائز اللي نلتيها الحقيقه بكل مشاركه كل سنه في مهرجان ادباء الشباب تنال استاذه فاطمه بارود، يعني الى جانب اختصاصها العلمي والهندسي تنال جائزه ادباء الشباب. نحكي عن هاي المرحله واللي هي فتحت لك الباب لتقدمي نفسك، مثل ما قلنا كنا عم نقول بشوي انه كل حدا بده مرحله هيك ينطلق فيها ليعرف فيها عن ابداعه. اكيد. هلا أنا ما بنكر أبداً دور مشاركاتي باتحاد الكتاب العرب، أصلاً أنا كل مرة من المرات كنت حاول أقدم لحتى أشوف مستوى الكتابة تبعي وين وصل مثلاً، والله يعطيهم العافية بالاتحاد، دائماً كانت ثقتنا فيهم عالية ودائماً كانوا قد الثقة، يعني كل سنة مثل ما كانت عم تتفضل الأستاذة، كل سنة كنا عم نتقدم يعني خطوة خطوة لقدام، يعني الإنسان بيبدأ برعم بيتفتح لحتى يصير زهرة، ومثل ما هلا بشوي كنت عم تقولي يعني ضمت ورد ولا بدي يكون الشعر حاضر والكلمة أكيد، والمشاعر هي الرقم واحد، والموهبة هي الرقم واحد بأي شيء الإنسان ممكن يعمله، أي شيء مثلا من هندسة من شعر من فن من لوحات، حي الله شيء بالكون مثلا الإنسان بده يعمله، إذا كان بيدعمه بالموهبة بيوصل فيه لأعلى مرتبة. أكيد. وهذا الشيء أنت يعني قدمتي الحقيقة عبر مشاركاتك، ومع أنك أنت بوقتها يمكن كنتي لسه طالبة جامعة، طالبة بالجامعة يعني رحتي لاختصاص علمي، يعني ما فصلتي بين الموهبة والدراسة. يعني هلا كتير الناس بيعرفوني بيفكروني دارسة أدب عربي، فهيدا الموضوع أبدا ما إله علاقة يعني. إيه طبعا. كتير بحب الرياضيات، بس بنفس الوقت يعني ما بقدر يعني افصل هيدون الشغلتين عن بعض، يعني بحب الرياضيات بس بنفس الوقت بحب اللغة العربية، بحب الأدب طبعاً. بحب الشعر، ما بيمنع يعني احنا كتير بتاريخنا هيك الإنساني والإبداعي في كتير أسماء لعلماء، وبنفس الوقت شعراء ورسامين وموسيقيين، بالعكس أبدا ما بيمنع. راح نسمع منك هيك التحية الشعرية الأولى، بس كمان في كلمة اتفضل. أنا حبيت كون إني مثلا الصورة البهية لأني لإنسان بيجمع العلم والفن بشخص واحد، بتجسد بإنسان واحد أكيد يعني. ومعتز نحن بهالصورة اللي دائما المرأة السورية عم بتقدمها الحقيقة إن شاء الله. مقطوعة صغيرة. ضوء أنا من ماء دمعي أنبلج، أرنو إلى قيم الجمال وأندمج، صبري على ظلم المواجع رفعة، روحي بروح الكون صبحا تمتزج، وأعانق الفجر القريب بمهجتي، وأصور المعنى بعين المبتهج، وأعانق الشمس التي من دأبها أن تنثر الدفء لقلب منزعج، قولي وبي ثقة ودمعي أزني، الحب لن يفنى وهمي منفرج. الله جميل. أستاذة فاطمة، يعني لما أنت تقدمتي لكثير من المسابقات وبتعرفي عندك موهبة، كنا عم نحكي مع ست حياة لجان قدمتي نتاجك أمامهم، يعني من خلال النقاد المستمع اللجان المتخصصة عرفتي أنت وين، قدي عرفوكي بمدى موهبتك مدى جديتك مدى يعني قدرتك فعلا على التعبير والكتابة. هلأ كل يعني دائما أنا برجع وبحكي، يعني أنا الفضل الأكبر لوجودي باللغة العربية ومستواي باللغة العربية هو القرآن الكريم، فضل الله أنا حافظة القرآن الكريم وقوة الكلمة عندي منبع القرآن. أكيد. فمن أول مشاركة إلي بالاتحاد الكتاب لمسوا هيدا الموضوع وحفزوني على يعني إني حتى بطريقة الإلقاء إني حتى من قبل ما أطلع بيقولوا لي قومي سمعيهم، يعني إني هي الشغلة كانت أكتر شغلة مطبوعة فيني. تمام. من سماتك يعني إنه هذا الـ يعني فهنا لمسوا هيدي الشغلة مخزون. وشجعوني عليها كتير من البداية. أكيد. بس في شغلات أكيد يعني مثلا البحور والشغلة خصوصي إني أنا بكتب على البحور الشعرية،
فهيدي الامور لفتوا لي نظري عليها، واني من خلالها حاولت اتطور، وبفضل الله يعني انا وصلت نعم. لهون، ولا نزال نطمح للمزيد. إن شاء الله. رح نسمع إحدى قصائدك اللي نلتي عليها جوائز. بتحبي القصيدة الأولى؟ بتحبي من خياراتك؟ تفضلي. قصيدة سلم دمارك وانسحب. نعم. سلم دمارك وانسحب من خفقتي، من بسمتي، من همستي، ومن الحكايا والمطر، ومن انعكاسات المرايا، من وجوه الكل هيا، من دهاليز السهر، من صوت عصفور يدق بمسمعي، هيا ارجعي من كل زاوية هنا في بيتنا، ومن المنافي في البلاد وفي الصور، ومن المعاني والقصيد وخاطر إما خطر، سلم دمارك وانسحب حتى أعود كزنبقة، حتى أصدق بهجتي، حتى أكف عن اتهام الكل، أو حتى أرى نفسي هنا خلف انعكاسات المرايا طفلة تبكي وتصرخ من بعيد، يا أنا فلتكتفي، أطلقت أسراب السراب فحلقت ترمي تفاصيل المحبة بالألم، حدقت في وجه الغياب، أضعتهم كانوا هنا لكن سمك قد سرى، إني لأتهم الصباح خيانة وأشك في طهر المطر، إني لأتهم الصباح خيانة وأشك في طهر المطر، وأدير وجهي في الجهات جميعها وأدق ناقوس الخطر، أمضي وفي صدر الفصول الأربعة وأخاف أن يحكي المساء فأسمعه، وأخاف مني في دمي ردات فعل زوبعه. هاي أي عام قدمتيها؟ و... على ما أظن بال 2020، على ما أظن. ما من البدايات، قصائد البدايات اللي قدمتيها أيضا؟ قصائد البدايات كانت حواء متكسرة يمكن. أنت شو بتختاري أيضا قصيدة؟ لك ما تشاء ولي التألم والتأمل والتوحد والتلازم بالمطر، ولك السراب، لك الضباب، لك الخراب، لك الغياب، لي السهر، ولي الحروف الأبجدية كلها في بحها في بوحها، هي لي وفي في غفلة المعنى عن الصوت الخفي، ولك الحضور بمن حضر، أنا لا أراك بمن حضر، أنت القشور إذا اجتمعت بذاتك اندثرت هنا، وأنا هنا كي أنقذ المعنى وأنقذني أنا، لك ما تشاء حتى اغتيال الضحكة الثكلى على شفة الشقي، حتى اغتصاب الطهر في القلب النقي، لك أن تمزق، أن تصلب، أن تدمر كل أشيائي، ولي أن أبتسم، لك أن تبيع دفاتري ومشاعري وضفائري، وبأبخس الأثمان يا سندي، ولي أن أبتسم، لك أن تقهقه إن أقهقر بالبكاء، لك أن تجيء بخاطري فتعصه، لم يلتئم، خذ غصتي عني ونم، أما أنا فمذعة نقتك لم أنم، لك ما تشاء، لك ضمة الحبلى بألف قصيدة، ولك الزبرجد في عيون العاشقة، والنبضة الحيرة بألف عبارة كانت بحبك واثقة، فخدعتها وخدعتني بعباءة لماعة، فوق العباءة طيبة، تحت العباءة أنت،
فوق العباءة حضن، تحت العباءة أنت، صوت اللآمة أنت، روح القساوة أنت، أنت الكفن، أنت العفن. لي ما أشاء، لي ما أشاء، لي كل أسباب الرحيل ومثلها لي في العتب، لي أن أعوض صمتي المشحون بين يديك، لي أن أكتبك، فأنا القتيل بقسوتك، وأنا سجين عباءتك، وأنا القلم، لا ليس يسجنني ألم. أنت العدم، مهما بلغت بقسوتك، مهما ابتلعت بسطوتك، أنت العدم. ولحبي المزعوم هذا دفنه، ما دام يورثني الألم، ما دام يورثني الألم. يعني دي في عفوان، وكم في يعني أنوثة من الألم، من الألم كل هذه البراكين تماما بهذا. هون أستاذ أسامة، هيك نحن هلأ بدقائقنا الأخيرة، قديمهم نحن نعبر عن نفسنا، قديمهم نعبر عن ذاتنا، مثل ما قلنا كلهم بمفرداته. بالنسبة للتصوير، يعني هلا التصوير فينا، يعني اذا حكينا على شوي عن التصوير، معلش، هو تشكيل فني، فهون دور الفنان، هون تحويل الشكل الفني من اماكن وحركة واضاءة وغيرها الى تعبير متماسك ومتناسق يوصل مادته للفكرة. يعني اخذوا بابا انه يعبر الواحد باي شيء، باي لوحة، باي شيء فني، عن حسه الداخلي، عن شيء هو الفي. يعني بنقدر نقول استاذه حياه انه انا اعبر، انا موجود، انا هذا حضورنا ووجودنا. يعني بالحياه انا بقول دائما انه الواحد يدلل روحك. حلو، حب الحياه، لا تقدر تعطي، لا تقدر تعطي، حب الحياه ضروري جدا، دلل روحك. هي يعني الحالة إذا بدك تفسريها، دلل روحك بمعنى أيضا قدم لها ما تحتاجه، يعني لو بعد زمن، يعني مثل ما صار معك. أستاذة نجلاء، في بهذا الإطار دي مهم نحن نلبي مشاعرنا ونترجمها إلى فن، إلى أبداع. هو لازم نعطي لروحنا الشيء اللي بتحبه لتقدر تقدم، مثل ما قلنا. فأنا بحب اللون، بحب الدمى، بحب الطفل. حاولت أجمع هالشي كله وخلقت اللعبة. تمام، حلو. أستاذة فاطمة، الشعر قديه عم بيلبي ما بداخلك من أفكار، من هواجس، من أكيد. هلأ الشعر ما بس بيلبي ما بداخلي، هلأ أنا أحيانا بكتب شيء ما بالضرورة أن يكون حاسسته. هلأ ممكن يكون شايفة صورة، يعني امتص المشاعر الموجودة بالصورة وكتبها على شكل قصيدة. هلأ ما بعرف إذا بالإمكان أني أقول قصيدة هلأ ولا بعدين، بس مثلا قصيدة فقير. نعم. قصيدة فقير مثلا أنا كتبتها وقت شفت صورة الفقراء والهيدي على الفاس، وكتير تأثرت بالموضوع. يعني حاولت صور الفقر بس بمنظور تاني. نعم. الفقير هو طبعا ممكن يكون ملك بأشياء تانية. يعني ما بالضرورة يكون الأشياء مادية، أنت ملك بروحك، ملك بالشغلات اللي بتملكها، أنت بتملك طبعا الكون، ما بالضرورة. إن شاء الله يعني بلقاءات قادمة رح نسمع أكثر منك فاطمة، اليوم هيك إطلالي. لكن يعني أكيد الأديب الفنان هو بده يعبر عن واقعه، عن مجتمعه، مو بس يعبر عن ذاته. هي فسحة أول شيء لتحقيق الذات، ثم يقدمه لمجتمعه وبيسجل موقف أيضا وفكر وإبداع. نختم معك أستاذ طارق، وبس قبل ما نختم بالغناء، وبتشكرك يعني، وأكيد أنت الفن والغناء هو الفضاء اللي هيك اللي بترجم فيه كتير شيء من أحاسيسك. أكيد، هاي ما حكت المدام إنه وقت يكون أنا مزعوج أو يكون ماني مرتاح، فمباشرة ما إلي ملازم غير العود. تمام. وقت البازف على العود وبغني بحس حالي أنا فرغت طاقة، هيك بصير عندي طاقة إيجابية. نعم. كمان قبل ما نسمع آخر شيء، شو الوردة اللي بتحبها؟ الجوري. ست حياة، وردتك؟ رونفول. ياسمين. استاذة فاطمة؟ رونفول. استاذ حافظ؟ الفل.
ومن هلبا اليوم قدمنا فعلا ورد وفل ونرجس وجوري وياسمين وفل والعطر لكم مشاهدينا ومستمعينا عبر قناة أوغريت وإذاعة أمواج، وبتمنى لكم بقية يوم جمعة سعيد. ورح نختم مع الغناء مع الأستاذ طارق. أفرح بي أنا أفرح بي، أسيب النوم وأفكر فيك فكر فيك، تقولي كلام وأفرح بي أنا أفرح بي، أسيب النوم وأفكر فيك فكر فيك، انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي، انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي.